شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن القوباء الحلقية. مرض القوباء الحلقية يعد نوعا آخر من التهابات الجلد، إلا أن في الواقع يحدث نتيجة الإصابة بنوع من الفطريات التي لا تتضمن الديدان. بسبب مرض يسبب مرض القوباء الحلقية ظهور حلقات متقشرة وحمراء اللون على الجلد، أو بقعة مستديرة خالية من الشعر على فروة الرأس. أيضا تنتشر الفطريات المسببة للقوباء الحلقية بسهولة من طفل إلى آخر، وبالتالي فإن ينبغي تجنب مشاركة أمشاط الشعر والفرش والمناشف والملابس بين الأطفال. أيضا يتم علاج القوباء الحلقية باستخدام المضادات الحيوية ضد الفطريات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.